هي مش مشكلة الولاد، هي مشكلة البنات، البنات هم اللي بيلبسوا الحاجات كده، فمشكلة الشارع، والشارع ما بيشوفوش بنات كتير، فلما بيشوفوا بنت خلاص بس كده. الراجل بيعاكس الست بيبقى محروم بقى ونفسيته وتعبان يعني. متهيألي ان هي بتبقى غريزة في جسمه، في الانسان نفسه يعني، هو ما بيبقاش فاهم هو بيعمل كده ليه. معظم الناس اللي بيعاكسوا عموما بيبقوا مش فاهمين هم بيعملوا كده ليه، بس هو في حاجة بتتحرك قدامه فهو بيروح عليها عموما. انت بتبدأ يومك بتشيل هم هتركب ايه وما تركبش ايه وتمشي فين. كل يوم بالنسبة لها ذل، مليان بالخوف، مليان بالغضب والانتهاك. مفيش بنت في مصر ما بتتعرضش للتحرش. حط نفسك مكانها بدل ما تدور ازاي تلومها. Sexual harassment in Egypt has affected my life in that it makes it really uneasy for me to walk in the street by myself. So I usually walk in the street with a male accompaniment, which makes me feel more like a child than a grown woman. في اسباب كتير، منها مثلا انا ما اعرفش انزل الساعه 7 الصبح اتمشى تحت بيتي، لان طبعا هيتصف عليا وهيتقول لي هيتقال لي كلام ما احبش اسمعه. في مثلا ممكن عادي في نص اليوم محتاجه اروح مشوار وانا لسه معيش عربيه ومعيش سواق، محتاجه اروح، عارفه الناس هتضايقني في الشارع، فبرضه ما برضوش انزل. هو ممكن يعني يبقى بيدينا عدم ثقه في النفس، بيدينا اللي هو هو طب يعني ابقى خايفه ان انا عايزه انزل الشارع، ان انا ممكن معرفش ادافع عن نفسي لو حصل حاجه او الموضوع ده تطور. بتعاكس البنات عشان البنات موزز. طب ولو حد عاكس اختك يبقى عادي؟ لا اشمعنى، مش هي موزه؟ بس عيب بالنسبه لاخوات حضرتك، فاللي بيحصل لي بيحصل لهم هم كمان. صلاح ولا مروحه؟ حصليه عايزين نودي حماده المدرسه. اجمل حاجه بحبها فيكي هي دي، هي دي طيبه. المفروض ان احنا برضه نعرف ان احنا لازم نتخطى الموضوع ده، اللي هو ما ينفعش يعني انا مش هوقف حياتي عشان انا بنزل الشارع اتعاكس، لا انا ممكن ابطل الموضوع ده، ممكن اي حد يجي يعمل لي كده اواجهه. يعني الناس دي انا جربتها كذا مره، لما انت بتواجهي الناس اللي بتعاكسك دي او بتواجهيهم في وشهم او تبص لهم اللي هو ايه الهبل اللي انتوا بتعملوه ده، الناس دي بتحس على نفسها شويه او بتحس على ما شويه، ممكن تبطل الى حد ما اللي هي بتعمله ده، او ممكن تفكر بعد كده لما تيجي تعمل الحاجه دي، لما تيجي تعاكس او لما تيجي تتحرش باي حد. بس فانا عايزه حاجه يا ماما؟ انت رايح فين يا طارق دلوقتي؟ انا خارج يا ماما. هو انا صغير يا حبيبي؟ الساعه 9 الناس تقول علينا ايه؟ بص يا ماما، ما حدش يقدر يتكلم علينا طالما انا ماشي كويس، ما فيش بنت تتكلم عليا، وبعدين ما انا لابس واسع اهو. وانت رايح فين دلوقتي يا ابو لبس واسع؟ خارج مع واحد صاحبي. طب استنى سمر اختك توصلك. يا سمر يا بنتي يا سمر، تعالى وصلها فوق. ايه ده يا ماما؟ سمر مين دي اللي توصلنا؟ انا مش صغير. يوه يا ابني يا ابني كلام الناس. طب اقفل الزرار ده، بيخنقني بيخنقني. معلش يا حبيبي عشان ما حدش يتكلم عليك. ماشي يا ماما، مع السلامة. مع السلامة يا حبيبي، ربنا يسترها عليك وعلى كل الصبيان اللي زيك. عايزة حاجة من ده؟ لا يا حبيبي ربنا يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهو يا ماما، ادي الزرار الخنين. اوبا يا موز يلا. انت يا دي يا جميل يا ايه؟ ايه ده؟ انتوا اتقابلتوا في مخكوا؟ انتوا مش عارفين اختي تبقى مين؟ مين يا قمر؟ انا اختي سمر الحوكش. اوبا امين يا شبح، ناسفين يا اسطى. عموما لو اي بنت اتعرضت لك قول لنا واحنا نزعلها لك على طول. اصلي يلا بيت يلا بيت. لا حول ولا قوة الا بالله. يا ابني مين العيب عليك برضه؟ ما انت لو كنت لابس حشمه وقافل زرار ما حدش كان هيعبرك يعني. يعني انت يا عم الشيخ ما حدش بيبص لك؟ فكرنيش يا ابني، فكرنيش. هعمل لهم ايه اكتر من كده؟ هطلع لهم ريش.